يقول هناك عدم حسن الظن بالآخرين في أناس يتهمون إخوة لهم مثالا بالتجسس وهذا لأي سبب وعدم معرفة ذلك الشخص، بل في بعض الأحيان لا لأشياء فقط للغيرة والحسد لأن ذلك الشخص ناجح أو ذكي، وتارة هذا الأمر يقول الرجال للنساء في البيوت لا يعني لا يجوز اتهام الناس بس بالظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إلا بعض الظن إثم. بعض الناس عنده وسوسة وعنده شك وعنده تهم ويشك في كل أحد وينقض كل أحد، لأن هذا من اشتغل بعيوب الناس وترك عيبه فهذا هو ساقط وهذا من سقوط الهمة. ينبغي عليك أن لا تشهد إلا بشيء قد تيقنت منه، على مثل تشهد مثل الشمس، وقال سبحانه وتعالى جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من هذه من تبين تثبت.